بالطبع انتوا عارفين ان الناس المحتلين والنصابين كتير، فلذلك احنا عاملين منع التصوير ومنع الفورورد ومنع حتى المحادثات سواء على التليجرام او على اليوتيوب، عشان خاطر ما يحصلش عملية بس نصب على اي حد من المتابعين نيابة عننا او باسمنا. فهقول لك على تويتر كده ايه اللي انا منزله على التليجرام، وانت هتلاقي رابط التليجرام في صندوق الوصف، فقط رابط التليجرام في صندوق الوصف، تضغط عليه تدخل على التليجرام المجاني. واحنا ناس ما بنسألش اي حد على اي فلوس بخصوص تيجي تشترك فوركس 30 دولار، 50 دولار، او تعالى ابعت لي مبلغ وما بعتلكش مبلغ والكلام ده كله. احنا ما عندناش الا ادارة واحدة، هي ادارة المحافظ الفي اي بي فقط لا غير. تعالوا نشوف كده بالراحة ايه اللي حصل. انا من يوم 14/8 هتلاقي التواريخ كانت مسجلة عندك في التليجرام. بالنسبة لي اشتريت عملة، العملة دي هتشوفها في الفيديو اللي جاي بعد كده. خلاص اشتريتها يوم 14/8 وحطيتها تحدي انها توصل لل 180 ألف دولار و 160 ألف دولار، وحطيت كمان البلان السعري اللي هتحرك فيه. اما العملة اللي احنا عليها دي فهي ب 6000 دولار، انا جايبها قدامك اهو ب 6000 دولار، تمام. ولكن بالتدريج الكلام ده بقاله بس 3 ايام. دي عملة من العملات الفي اي بي، انا شفت انها وصلت لقاع قوي ما ينفعش اني كنت اسيبه، فاشتريتها تمام ب 6000 دولار. وبعد لما عدى بالظبط يوم بدأت تشوف انها طلعت لل 7000 اهي. عدى بعدها كمان يوم بدأ 7300، هتلاقي بعد كده 8600. وقبل ما انا اصور الحلقة هوريك وصلت لكم تمام على طول. ولكن نيجي بقى نقول دي الاهداف اللي انا حطيتها للعملة هي قدامك هي. فانا هفتح كده عشان نقرأ مع بعض، ودي كنت متابع معي. انا بقول ان العملة دي يا جماعة اشتريتها ب 6300 دولار، وهثبتها على التليجرام. ودي عملة من العملات الـ VIP اللي ممكن توصل لـ 620 ألف دولار. بكلمك 6000 دولار ملهاش اي قيمة في سوق العملات الرقمية خالص، تمام. ولكن احنا حاطينها لأهداف معينة بشكل معين. طيب ازاي تشترك في محفظة VIP؟ لازم يكون معاك الاول 10000 دولار. العشر تلاف دولار لما فوق معك بقى 100 ألف 200 300، المهم ان ما نقلش عن 10000. بتقدر تسدد منهم من الاول 4000 دولار الاول، ده اشتراك سنوي بيسدد مقدما. وبعد كده بندير المحفظة مع بعض بالتوجيهات اللي بوصلها لك وبقول لك عليها، فيها بوتات معينة للتفعيل بيتم تفعيلها، ما بيتاخدش منك اي باسورد، ما بيتعملكش ربط على المحفظة بتاعتك، وعلى اساسه تقدر تحقق الاهداف اللي احنا هنكون محددينها مع بعض عشان تقدر انك توصل للارقام اللي انت شايفها مكتوبة قدامك اللي هنقراها مع بعض دي دلوقتي. من بعديها بيتم تقسيم الارباح 50 لـ50، وانت اللي بتبعت الارباح بنفسك، لان انا ما عنديش اي سلطة على محفظتك ولا معي الباسورد. طب العملة دي انا جبتها بـ6300 دولار، تمام. انا بقول ان الهدف الاول بتاع العملة دي 100 ألف دولار. الهدف الأول، أنت متخيل يعني إحنا هيكون عندنا صعود قد إيه؟ كم الصعود اللي أنت ممكن تتخيله في العملة دي عشان توصل للرقم ده؟ يعني على الأقل إحنا بنتكلم في 16X، تمام؟ من بعدها المفروض هيكون بالطبع في جني أرباح. من بعدها نبدأ الهدف الثاني اللي يوصل لل 250 ألف دولار. بعد كده 388 ألف دولار. بعد كده 466 ألف دولار. الهدف الرابع 523 ألف دولار، ده يعتبر الهدف يعتبر الخامس. أما الهدف الأخير للعملة عند 620 ألف دولار. هتقول لي أنا ما أقدرش أشترك VIP، ما عنديش الإمكانية. أقول لك وقعد معايا واتفرج وشوف إيه اللي بيحصل، على الأقل لو ما استفدتش من انك تشتري العملة استفيد حتى من انك تشوف النجاحات بتتم ازاي. وادي دي النهاردة قدامك اهو بالظبط، السعر النهائي وصل للعملة 9086 دولار. حبيت تقولي طب انا عايز اشترك في المحفظة الفي اي بي، هقولك تفضل. التواصل بيتم فقط على الواتس الخاص بالرقم بالقناة
تقدر تتواصل معانا، نقدر نعمل معاك محادثة الأول نعرفك كل التفاصيل بشكل مكبر، ولكن ما ينفعش تتواصل إلا ما يبقى متوفر معاك $10,000 عشان ما تضيعش وقتك، لأن وقتك ثمين أكيد، وأنا وقتي أيضا ثمين وغالي، فما عنديش وقت إن أضيعه بصراحة من كتر المكالمات الكتير اللي موجودة والاتصالات الكتير اللي بتسعى للدخول ومعرفة كافة المعلومات. كون جاهز، اتفضل اعرف كل المعلومات، متوافق عليها ومتفق عليها تنور، مش متفق عليها بارك الله فيك، بالتوفيق ليك ولينا بفضل الله. بالتوفيق لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع قناتكم كريبتو بنتليمان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الـ VIP عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.